احنا خلينا بقى نتكلم بقى ان يبدو ان المساله مش هتخلص. لا المساله طويله وكبيره جدا، مساله المحبه. بس خلونا اقول لكم شويه حاجات كده، احنا لو عايزين نلخص المحبه المتزنه بتكون ايه. المحبه المتزنه هي ان الشخص لا يكون اماره الحب هو التضحيه طبعا والاستهلاك، لكن اماره الحب اربع حاجات. الامان اول حاجه، الامان لازم انا اذا كنت بحب حد اوفر له الامان. امان يعني ايه؟ لما يكون هو في خطر يلاقيني. وفي فرق ما بين يكون في خطر وانه يكون بيمارس حياته العاديه. لان لو هو في خطر بمعنى ان هو حاجه بيجربها او حاجه ما تعودش عليها فالمفروض يروح يعملها، لا لازم يروح يعملها. ليه لازم يروح يعملها؟ لان هو في الحقيقه هو لازم يعيش ولازم يتحرك ولازم يتعرف على الحياه عشان يبقى واثق من نفسه، وعشان كمان يقدر يطلع قدراته. لان القدرات بتتبني مع الحركه. دايما نقول كده للناس ان القدرات بتتبني مع حركه الانسان. ما فيش قدره بتتبني وانا قاعد كده اهو في مكاني كده مرتاح وبفكر. يعني ابنها مش هيتفرج. برضو في حاجات من الحاجات المخطئه ان احنا لو بنحب حد نريحه. يعني ايه نريحه؟ ما نخليهوش يقوم بدور. فكده انا بلغيه مش بأحبه. ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا دايما ان قيمة المرء بما يحسنه، وان الانسان لازم يتحرك ويعمل اعمال، وقليل دائم خير من كثير منقطع. لازم انا اعلمه ان هو يتعامل ده. يبقى اول حاجه عدم الاستهلاك. ما الحب مش ما الحب الرشيد ما فيهوش واحد بيستهلكه. واحنا شفنا مثلا حتى في اطار الاخوه، في اطار الاهل، تجد مثلا اخ بيبلع اخوه بيمتصه وبياخد منه باعتبار ان انا حبيبك وان انا اخوك. لا، احنا لازم يبقى مساله عدم الاستهلاك في كل العلاقات اللي احنا تحت عنوان الحب. يبقى الحب الحقيقي هو ان انا اامن، ان انا اهتم، واهتم ليس معناه ان اكون بديلا. والحاله الثالثه ان انا احترم، وليس معنى الاحترام ان اضخمه. احنا دلوقتي بنتكلم كل حاجه بنتكلم في ميزان روش، حتى ان انا مش اضخمه، لكن اعمل ايه؟ مسألة بسيطة، إن أنا لو أنا بحبه يبقى مش هضخمه، عامل إيه؟ أحترمه. حضرة النبي يقول إن ابني هذا، أو الأطفال، إن ابني هذا سيد ويصلح الله بين طائفتين. لكن في نفس الوقت بيعاملوا على إنه طفل. يعني كان بيعاملوا إنه يقعدوا عليه ويقبلوا فيعاملوا. إحنا بقى عندنا في الأطفال نعمل إيه؟ نقول أنت خلاص كبرت، لا تعيط ولا تعمل، فبندمر الولد. لأنه إيه؟ إحنا فاكرين إن إحنا لما نكبره هيكبر. لا، هو هيكبر بقدراته. الحاجه الرابعه كمان اللي هي بتبقى مكان فكره الحب التضحيه، التقدير. ان هو لما يعمل حاجه اكافئه، بس اكافئه مكافاه معتدله. ما تبقاش مكافاه ايه هو راح عمل حاجه فايه فجبت له طياره، جبت له عربيه. طب هو ده اللي بيحصل مع الاولاد، فيحسوا بعد كده ان هم يتولد عندهم شره مبكر. انا بسميه الشره المبكر، ان انت لما تدي له جوائز كبيره يحصل له شرع مبكر ويحصل له ايه عنفوان في مثلا. لازم اصبر كمان في العلاقات بقى، في الحب. لو في حب، عشان الحب ده يبقى رشيد لازم اصبر على العلاقات. في ناس سريعين قطع العلاقات. صح، حضرة النبي ما يحبش كده. يقول لك ايه؟ حتى في الجواز دلوقتي يعملوا ايه؟ يتجوزوا مع بعض، يجربوا، اذا ارتحنا مع بعض نكمل، ما ارتحناش مع بعض. وهو ده احد اسباب، دي من الاسباب الخفيه في كتر نسب الطلاق. يبقى احنا لو بتحب صحيح اصبر وما تسرعش في الطلاق. وده مهم جدا يا مولانا بقى مع الاطفال. طبعا يعني الاطفال، الاخوات، دايما اقول الام اوعي تكوني حكم ما بينهم. ليه؟ علشان هما الاثنين يعرفوا ازاي يصلحوا علاقتهم ويبقوا احسن. فلما يحصل مشكله بينهم أكيد هما اللي لازم يتفاهموا، هما اللي لازم يلاقوا الحل. طبعا، لان هو في الحقيقه لو ما لاقوش الحل هتبقى مشكله بعد كده، ان هو هيتعود ان دي مشكله ملهاش حل ويبقى يتراكم طول الوقت يلجا لاخر. كمان انا كمان مش فاهم ان في حب عاطفي ويبقى في حب حقيقي وفي تسول. محدش يروح يتسول. يعني ايه اللي حاصل؟ يعني انا ما بحبش ان الزوجه هي بتكلم زوجها بتقول له طب قول لي اي حاجه ولو كذب. لا، ما ينفعش نقول الكلام دوت. احنا عندنا بلاش التسول العاطفي. لكن ايه اللي حاصل؟ لكن هي تقعد معاه وتفهمه ان احنا الاثنين محتاجين بعض، احنا محتاجين كلام حلو. كمان الاطفال، ما نخليش الطفل في بعض الاحيان لما الام تعاقب الطفل بتعاقبه غير رشيد بتخليه يتسول منها عاطفيا. طبعا تقول له طب خديني جنبك وانا مش هتكلم تاني ومش هعمل كده، يفضل يتسول الولد. ومن اهم اشكال التسول العاطفي اللي تخلي الناس تفهم كده التسول الالكتروني.
اللي بيتساوي اللايك واللي بيتساوي الشيء ده نوع من انواع التساوي العاطفي. نظرة حاجة الاخر لينا. كمان عدم الافراط في التعلق. انا ما اقدرش اعيش يحصل له بانك لما حبيبه يبعد عنه او طفله يبعد عنه او كده، لا ده مش رشد في مساله العلاقه. اخر حاجه ممكن نقولها ونختم بيها في الكلام عن مساله الرشد في مساله المحبه، ان احنا لازم نقلل التوجع عند الفقد، لان قله التوجع عند الفقد دي بتخلي الحب مش مكلف عندنا، وتخلي الحب مش مره لكن تخلي الحب كل مره، لان حتى لو فقدنا فاحنا ما بنفقدش الحبيب الاجل سبحانه وتعالى، ونفضل مع مولانا نحب سبحانه وتعالى ويحبنا، ونفضل في مدده وبركته وخيره.